في البداية لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. إليكم بهذا الفيديو تردد قناة الكأس الرياضية التي تعتبر من أكثر المنافسين شراسة بين القنوات الرياضية لقيامها ببث جميع المباريات بشكل حصري وعلى الهواء مباشرة من خلال ترددها على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات بدر 6 وبشكل مجاني تماما بدون تقطيع في الإرسال أو تشويش. ويصل عدد قنوات الكأس الرياضية إلى 8 قنوات رياضية متخصصة في نقل جميع المباريات من جميع دوريات العالم العربي والغربي، بالإضافة إلى المسابقات الرياضية الأخرى التي تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور العرب والأجانب. وقناة الكأس هي قناة رياضية فضائية قطرية ناطقة باللغة العربية، ويعمل تردد قناة الكأس على نايل سات وعرب سات بدر 6 بتقنيات الـ HD الفائقة الجودة والوضوح، وهذا ما جعل الكثير من محبي كرة القدم والرياضة بشكل عام يلتفون حولها. وإليكم الآن ترددات القناة بالتفصيل.